السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عدنا اليكم من جديد وبفيديو جديد. الاصدقاء ديالي، جبت لكم ثلاثه ديال الخبيرات زوينين ان شاء الله. كاين خبر على اشرف حكيمي، وكاين خبر على حكيم زياش، وكاين خبر على يوسف العربي. اشرف حكيمي اللي اختاروه ضمن التشكيله المثاليه في الدوري الالماني، خصوصا ملي قدم واحد السنه رائعه وسجل اهداف رائعه في عصبه الابطال الاوروبيه. وحكيم زياش اللي يقدر يظهر مع فريق تشيلسي، خصوصا ملي سال الدوري الهولندي بكري. وان شاء الله غادي نخليكم مع يوسف العربي اللي كيقول لهم باللي احسن سنه في حياته كيدوزها هي هذه مع الفريق ديالو اولمبياكوس، خصوصا ملي سجل الهدف القاتل في كاس الاتحاد الاوروبي امام ارسنال. اصدقاء ديالي، باش ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع الفيديو وعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. ما تنساوش تشجعونا بلايك. شكرا جزيلا لكم على التفاعل ديالكم معايا. غادي نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو في لافان ديالو. خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا في شي فيديو محسن قريب. غادي نحط لكم التحركات ديال اللاعبين المغاربه، خصوصا اشرف حكيمي وامين حارث، لان الدوري الالماني هذا الاسبوع غادي يرجع ان شاء الله. وكنتمنى ترجع المتعه والفرحه وكل شيء ان شاء الله، والحياه الطبيعيه. كان معكم خوكم انور برو، ان شاء الله ولي فراسكم بزاف. وكنتمنى ان شاء الله تشوفوا في شي فيديو محسن من هذا. كنبغيكم بزاف. السلام عليكم.